عقد حزب الإصلاح والنهضة الصالون السياسي الثالث بعنوان المحليات بوابة لخدمة المواطن ومصنع للكوادر السياسية. تناولت الجلسة مفهوم المحليات والإدارة المحلية وتاريخها وتقدير موقف قانون الإدارة المحلية وانتخابات المحليات. الصالون السياسي الثالث واحنا بنناقش فيه المحاور الحوار الوطني، ومن اهم المحاور دي كانت المحليات، لارتباط المحليات والاداره المحليه بخطه التنميه الشامله، خاصه وان احنا بنتوجه نحو الجمهوريه الجديده. كمان موضوع كبير جدا وذي حساسيه كبيره جدا هي انتخابات المجالس المحليه لاستكمال الاستحقاقات الدستوريه، وكمان لان انت بتتكلم عن اكثر من 50,000 مقعد، الاستعداد ليهم يكون ازاي؟ كنا بنناقش بقى المحليات الوضع اللي موجوده فيها في الاداره المحليه، نقاط القوه، نقاط الضعف، ايه الفرص، ايه التحديات، وازاي معالجه القصور اللي موجود والحاصل وايه السبل كده، وبرده بنناقش قانون الاداره المحليه وان هو اتاخر كتير جدا طبعا، واحنا القانون ده شديد الاهميه لان هو بيدي فرصه للرقابه على المجالس المحليه، وده حق ده على الادارات المحليه وده مهم جدا. الانتخابات نفسها ازاي هنوصل للنموذج الامثل لنظام الانتخابات في المحليات اللي يقدر يدي فرصه كبيره جدا للشباب والكوادر السياسيه ان هي تبتدي تظهر على الساحه؟ دي مجموعه تحديات بنحاول ان احنا ان شاء الله نناقشها مع الساده النواب هنا في الصالون، بحيث نشوف مشروع القانون ازاي بيواجه هذه التحديات وايه التوصيات اللي ممكن نضيفها ليه. المحليات هي جموع مصر كلها. هي ايه؟ هي الوحدات المحليه القرويه بتشكل المركز، المركز بيشكل المحافظه، المحافظات بتشكل الجمهوريه، اذا هو الوطن كله. والوطن ده عايز تنميه، الربوع الصغيره دي والاماكن الصغيره اللي محدش سامع عنها لازم يبقى لها مجالس محليه تعبر عنها ولها جهاز تنفيذي يقوم بدوره ويؤدي الخدمات للمواطنين. لازم يبقى فيه تنميه، والتنمية دي مش هتحدث إلا بقانون متوازن. انتخابات المجالس المحلية ده موضوع فارق جدا، موضوع هام جدا، خصوصا واحنا بنتكلم كمان على تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بتطبيق اللامركزية في المفصل الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة. ده موضوع هام جدا، وجود المجالس الشعبية المحلية المنتخبة اعتقد ان هي هتؤدي دور رقابي هام جدا على اداء المحليات في مختلف المحافظات. يمكن ده من اهم التوصيات اللي هيطلع بيها اللقاء النهاردة والنقاش. موضوع اخر مهم جدا هو كيفية استعادة الروح والانتماء الوطني لدى قطاع كبير جدا من الشباب من خلال منظومة بناء الإنسان المصري.